وفي ملف ضحايا تفجير مرفأ بيروت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار إلى 160 قتيلا، وأن هنالك 20 مفقودا حتى الآن، في حين ما يزال البحث جاريا تحت الأنقاض عقب الكارثة التي خلفت أكثر من 6000 مصاب، في وقت أعلن فيه الجيش العثور على 5 جثث بمساعدة فرق إنقاذ من فرنسا وروسيا.